أعلنت مؤسسة حياة كريمة بدء توزيع وجبات الإفطار على الصائمين بالأسر المستحقة ودور الأيتام والمسنين في القاهرة والجيزة ضمن مبادرة سبيل، وتم توزيع أكثر من 520 وجبة غذائية متكاملة على الأسر المستحقة في حي الوراق بمحافظة الجيزة. كما شهد حي البساتين بالقاهرة توزيع المئات من الوجبات على الأهالي من المستحقين. وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أنه على مدار أيام شهر رمضان الكريم سيتم توصيل وجبات الإفطار لكل أسرة مستحقة.